مرحبا بكم في واحدة من عجائب الدنيا السبع، البتراء. الرحلة ديالي في اكتشاف عجائب الدنيا السبع ما زالها مستمرة، فمن بعد زيارتي للكولوسيوم الموجود بالعاصمة الإيطالية روما، وكذلك أهرامات الجيزة بجمهورية مصر العربية، اليوم حطينا الرحال في الأردن، وبالضبط في مدينة البتراء والمعروفة باسم المدينة المفقودة. فشنو هو سبب بنائها؟ وشكون هما القوم اللي سكنوها؟ وقتاش اكتشفوها؟ تساؤلات كثيرة تطرحت على هذه المدينة، واللي غنجاوبوا عليهم إن شاء الله في مغامرتنا اليوم. فكيف العادة، على بركة الله. وصلنا هنا المدخل ديال البتراء، وغنمشي إن شاء الله باش ناخذ التيكي. يلا هوجه. السلام عليكم. السلام. اثنين مغاربة؟ اثنين مغاربة؟ اه. 20 دينار. 20 دينار. واللي ما عندهمش باسبور مغربي عندهم باسبور اوروبي كم؟ اوروبي 50. جزاك الله، شكرا. 20 دينار. مدينة البتراء هي عاصمة مملكة الأنباط. والأنباط في الأصل هما قبائل عربية بدوية كانت تسكن في الجزيرة العربية، ومن بعد امتدت في كل من الأردن وصحراء النقب وغرب العراق وأجزاء من سوريا. أما عن كلمة الأنباط، قالوا بعض الباحثين باللي أصلها جاء من نابايوت المذكورة في التوراة، ونابايوت هو ابن سيدنا إسماعيل عليه السلام. وقيل كذلك بأن الأنباط يقدروا يكونوا جزء من قبائل ثمود المذكورة في القرآن الكريم، واللي كانت منتشرة في وسط الجزيرة العربية وشمالها. وباش تدخل المدينة يلزمك تفوت على هذا الممر، وهو ممر ضيق ينتج عن شق طبيعي للجبل. هذا الممر هذا اسمه السيق، هو اللي كيديك نيشان للخسنة. قام الأنباط بتبليط السيق بالحجر، جزء منه تقدروا تشوفوه بوضوح في مكانه الأصلي. هادو بعض المنحوتات للجمال، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا تمثال الإنسان اللي باقي منه النصف. هذا شاهد على واحد من أهم وأكبر المداخل الاقتصادية للمدينة، واللي هي التجارة. كانت البتراء مركز تجاري قوي كيتمتع بموقع استراتيجي من حيث تجارة الحرير، التوابل والبخور، واللي أغلبه كانوا كيصدروه الروما واليونان. علاش البخور؟ البخور كان من المكونات الرئيسية لطقوس العبادة في العهد القديم، وكذلك باعوا الزفت اللي كانوا كيستخرجوه من البحر الميت ويصدروه للفراعنة في مصر، اللي بدورهم كيستخدموه في تحنيط موتاهم.
كان موقعها استراتيجي هو الطريق التجاري والرئيسي لجميع السلع، وكانت همزة وصل بين الجزيرة العربية وإفريقيا ومصر والهند. هذا الشيء اللي ساهم باش الأنباط يكسبوا ثروة هائلة. أخيراً غادي نشوفوا وحدة من عجائب الدنيا السبع. نحتت هذه الحضارة العريقة على يد مبدعين أنباط قبل 2000 عام، وكيتعتبر مبنى الخزنة من أهم المعالم الموجودة في البتراء. اختاروا موقعها بشكل دقيق بحيث يقدر يكون أول معلم يشوفه الزائر من يدخل المدينة. كيبلغ ارتفاعها حوالي 40 متر وعرضها 25 متر، واللي كيميز الخزنة أنهم ما بنوهاش ولكن حفروها في الصخر بحالها بحال أغلب المعالم الموجودة في المدينة. أما الوظيفة ديالها الأصلية فلحد الآن ما معروفاش. كاين اللي قال باللي الخزنة تحفرات باش التجار وأصحاب القوافل يحفظوا فيها أموالهم وكنوزهم، لأنها منطقة حصينة. ومنهم اللي قال باللي كانت معبد، ومقولة أخرى كذلك كتقول باللي الملك كان كيجتمع فيها مع باقي الملوك والتجار. احنا طالعين باش نشوفوا منظر البتراء من الفوق وناخذوا صوره. كيف كتشوفوا بعض المرات شي صور كيديرهم في الانستغرام ولا الفيسبوك كيديروا صور من الفوق، فخص ضروري تاخذ معك واحد باش يوريك الطريق. وحنا داين معانا، شنو سميتك؟ اسمي عناد. عناد تعرفين طلعوا كاع حد تاكر فان بس رياض. وهذا احسن منظر تقدر تاخذ منه صور. لوين رايحين يا عناد؟ بدنا نروح من هون الحين المذبح وعلى الهاي بلايس، وهي من هون خذ راحتك. تسمى كذلك بالمدينة الوردية حيت الحجارة ديالها كيف ما كتشوفوا اللون ديالها وردي. Thank you.
المسرح اللي امامنا ماشي بحال المسارح المعروفه، هذا منحوت على الصخر. كيستوعب اكثر من 4000 شخص، وكيقولوا باللي كانوا كيستعملوه لاغراض سياسيه. الدليل اللي قدامكم كيعطيوه لنا في الدخله ديال البتراء، كيشرح لك كل مكان والاسم ديالو والتاريخ ديالو. فاحنا الان دوزنا المرحله السابعه وغادي نمشيو ان شاء الله المرحله الثامنه اللي هي المقابر الملكيه. هاد الواجهات النبطية العملاقة كتمثل واجهات المقابر طبقة النبلاء عند الأنباط. فالأنباط كانوا كيحفروا مقابرهم في حياتهم، وكل ما كيموت شي واحد من أفراد عائلتهم يتدفن في نفس القبر. الفرق كيبان بكل وضوح بين قبور أصحاب المكانة الرفيعة في المجتمع وبين قبور الطبقة المتوسطة أو الفقيرة. من بعد مرورنا من شارع الأعمدة واللي كيتعتبر من أهم شوارع المدينة، بحيث كان هو القلب النابض للبتراء ومركز النشاطات التجارية، غنلقاو على جنبات الشارع معابد كثيرة. هذا واحد من المعابد الموجوده هنايا، الاسم ديالو معبد البنت، تبنى في النصف الاول من القرن الاول ميلادي. كانت ديانه الانباط كيف جمع العرب قبل الاسلام وثانيه، وفيها ديانات كثيره والهه متعدده، اشهرهم اله ذو الشرى، فبالنسبه لهم كان هو الرب الاكبر، وكان متمثل عندهم في كوكب الشمس، وكذلك الهه اخرى مثل لات وهبل ومنات والعزة وقوس وإيزيس، بالإضافة إلى آلهة من النساء أشهرهم منوات وعيلات. فكل إله من هذه الآلهة في مملكة أنباط المعبد ديالو الخاص. فبالنسبة للطقوس الدينية فكتشمل الحج والصلاة، تقديم القرابين وحرق البخور. هنا فين كانوا يسكنوا السكان الاصليين، كانوا كينحتوا البيوت ديالهم في الصخور كيف ما كتشوفوا. كانوا الانباط متميزين في كثير من المجالات، كانوا خبراء في تكنولوجيا المياه، بحيث بناوا الانفاق والسدود وغرف المياه، وكانت البتراء مثل لوحه بالنسبه للقوافل، سمحت هذه الهندسه المائيه الرائعه لسكان البتراء بالبقاء في المدينه حتى في سنوات الجفاف. ومع مرور السنين بدات بزاف ثقافات كتحسد البتراء على ازدهارها، الشيء اللي خلى الامبراطور الروماني تراجان يهاجمها سنه 106 ميلادي، وحول خط سير الطريق التجاري اللي كيمر على البتراء لمدينه بوسرة. فبدا الانهيار السريع لمملكه الانباط. هنا غتفهم باللي اقتصاد الانباط كان كيعتمد على التجاره، فما قدرش لا الزراعه ولا الصناعه على الرغم من تطورهم باش ينقضوا اقتصاد النبطي من انهيار. وكانوا بزاف البنايات هنايا موجودين، ولكن للاسف كيف ما كتشوفوا كلشي طاح. وفي فتره حكم الرومان وبالضبط في القرن الرابع ميلادي هز الزلزال اجزاء كبيره من المدينه، فتسبب في اضرار ما يمكنش اصلاحها في العديد من المناطق، الشيء اللي خلى الرومان يرحلوا منها. تولت الإمبراطورية البيزنطية الحكم من بعد، واستمر حكمها 300 سنة تقريبا
وبمرور الوقت فقدت المدينة موقعها التجاري الاستراتيجي، فأصبحت مدينة مهجورة ومخفية على معظم العالم. وهكذا أصبحت البتراء مدينة مفقودة. فكانت نهاية دولة الأنباط واللي سادت قرون عديدة. الآن حنا غاديين لمعبد الدير اللي هو آخر نقطة كاينين في هذه المدينة. تصورت هنا العديد من الأفلام العالمية المعروفة، أشهرهم فيلم إنديانا جونز. وباش توصل لمعبد الدير خصك تقطع كاع هاد المسافة، قريب 4 كيلومتر. يلا زيد تحرك عاد زيد وليد، راه باقي تبدا طريق عاد. اش ايه انا منك شاطرك مزيان عادك يرضى عليك. هادي عندنا البنت. من بعد أكثر من ساعة ديال الطريق وصعود أكثر من 900 درجة غنلقاو هاد التحفة المعمارية الرائعة المنحوتة في الجبل. الدير هو احد اكبر النصب الاثريه الموجوده في البتراء، بحيث كيبلغ الارتفاع ديالو 48 متر والعرض 47 متر. موجود داخل الدير
مقعدين جانبيين ومذبح مقابل للجدار الخلفي. كانت هذه الساحة كتستخدم كقاعة للاجتماعات الدينية. كيعود تاريخ الدير للقرن الثاني ميلادي. وكتسمى كذلك بالمدينة المفقودة، لحقاش ما كانتش معروفة للغرب وباقي العالم، لكنها ما كانتش مفقودة عند المحليين حيث كانوا عارفين بأنها مخبأة وسط الصحراء. اكتشفت البتراء في سنة 1812 على يد المستكشف السويسري يوهان لودفيك، بحيث سمع السكان المحليين كيتكلموا على البتراء في الوقت اللي كان موجود في القاهرة. تنكر يوهان في شكل رجل عربي وقنع مرشد بالذهاب معه للبتراء. الاكتشاف ديالو جذب علماء وباحثين وجرات الحفريات الرسمية في عام 1929. وبرغم هذا الشيء كامل إلا أنهم قدروا يوصلوا فقط 15% من البتراء، و85% المتبقية ما زالت تحت الأرض. علاقة الأنباط بالأحجار كانت أساسية، كانت حضارتهم متميزة في مجال العمارة والهندسة. جروا المياه وخزنوها في السدود والآبار، وزرعوا الواحات ونحتوا بيوتهم ومقابرهم في الصخور. فقليل من الشعوب قدروا يتقنوا هذا الشيء كيف ما تقنوه الأنباط. تضح لنا الآن باللي هذه المدينة الأسطورية اللي اختفت في الصحراء لمئات السنين هي حقيقة. جولتنا في البتراء حتى لهنا وغتكون سالات، غنطلقوا لوجهه جديده، فانتظرونا في فلوق الجاي. تبقوا على خير.